FM. الكلمة ليك. معضلة كبيرة ياسر نعيش فيها والجرح قاعد يتعمق أكثر فأكثر أميرة. دونك اليوم أنا باش نطلق صرخة فزع بأتمنى الكلمة. 13 مليار دينار، 13 معناتها 13 ألف مليار من المليمات اللي يعرفك المليار يعرفه التونسي، 13 ألف منه حجم الأجور في الوظيفة العمومية في ميزانية متى 29 مليار دينار. معناتها شبقى فيها الميزانية. نحن ماناش ضد أنه خطر الإدارة التونسية حاشنا به والموظفين والإطارات العليا والإطارات العادية واللي يخدموا في الإدارة كلنا حشنا بهم، وتونس في حاجة، وتونس كان عندها كما يقولوا مفخرة هي الإدارة متاعها اللي وقفت وصمدت بعد الثورة وقعدت هي معناتها تضمن في مصلحة البلاد. لكن ردوا بالنا في حجم الأجور في هذا القطاع، 750 ألف موظف اليوم نحكيوا عليهم في الإدارة التونسية. هو الإشكال القائم مش مسألة أنا نحب ننقص في عدد الموظفين ولا نحرم العباد المواطن الشغل، لا مش هذا الإشكال. الإشكال أنه لو سيرفيس بوبليك ne peut pas معناتها engranger toute la demande. معناتها فما دي ليميت، فما قواعد، فما ميزانية متاع الدولة تحكمها، تحكم فيها إمكانياتنا مواردنا. إن درا نحن نجمو نخلصوا هالحجم الهائل من الأجور، نجمو نقوموا بالانتدابات هذه كلها. ثم حاجة أخرى مهمة غير المصاريف والكلفة أميرة، وانت تعرف الحاجة المهمة أنه فما زاد الأداء والنجاعة متاع الموظف. انت بيرو مجعول الموظف ولا زوز تحط فيه خمسة خطر ما عندكش إمكانية أخرى وقمت بانتدابات معناتها فوق الممكن باش يأثر على الأداء معناتها. ونشوفوا دون دوتر سيرفيس نلقاو دوتر سيرفيس اللي ما فيهم نقص ولا. يعني اعاده التوزيع توزيع. ضروره اعاده توزيع هل لا ريشيس هذه اللي موجوده لي ريسورس هيومن الموجودين لازم يعاود يتم توزيعهم على جميع بلوتو كو دو نوفو ريكروتمون. كابافان الكلمه ليك.